ومن أسوأ أهل السودان الرجل ده أسوأ من الفنانين والله الذي رفع السماء وأسوأ من ناس البنغو أفتح 6 بلاغات أنا ذاتي مسخن ودائر أخذ جوا أرتاح شوية والله الذي لا إله غيره اسمه محمد المنتصر الإزيرق في المناظرة قال الأختين تطلق على بنات الخالات الهواري بيقول إنه في الطبقات إنه ما ذكر الرجل هو الشيخ محمد حامد عبد الصادق رضي الله تعالى عنه أنه جمع بين الأختين فأقول له يجوز في مذهب الإمام الشافعي الجمع بين الأختين في ملك اليمين يجوز على مذهب الإمام الشافعي بل يعني هم كمان بيقولوا أو بنات أخوات خالات أسا يتدوا أنا البنات دل يقول لك دل والله أخوات تهبش انت القام بنات خالات لفظ الأخت يطلق مجازا وليس حقيقة واللغة العربية واسعة لما رجعت للكتاب بتاع الطبقات قال وتزوج أختين وهن بنات بانقا بانقا دل لبو بنات الخالات دل ما مش بنات الخالة ما إلا أخوات أخوات يعني أبون شنو واحد إلا يتزوج امرأة فتموت فيتزوج شنو أختها لكن قال وجمع بين الأختين حمل منتصر قال غمد عينه قليل الأدب غمد عينه وقال قال له المذيع قال له الأخوات اللغة العربية واسعة ممكن تطلق على بنات الخالات أنا أقول دي الأخوات وهين يكون بنات خالات قال بنات بانقا وقال بنات تاني في اثنين برضو زوجين ده ذاته ده محمد الهميم ده اللي زوج 7 ديل قال اثنين برضو بنات ابو بودا ولا بندا ما بعرف ده بندا دي وهي بنات ابي هي مجروره بالاضافه وعلامه الجر الياء لكن هو كتبوها مرفوعه بيكتب بالدارج مرات المهم البنات ديل اخوات عديل ابون واحد أو يغشك محمد المنتصر وغيره بعدين قال لك خمست وسدست وسبعت ده قاضي العدالة الذكر محمد وضيف الله ده قال لمحمد الهميم ده الجمع اللي زوج 7 وجمع بين الأختين قال له خمست وسدست وسبعت ودي محمد المنتصر ما بيقدر يمرك منها كان دار يقيس على زواج الرسول عليه الصلاة والسلام وده خاص به كونه يتزوج 9 خاص به كان دار يقيس عليها ويستدل به برضه ما حجة لأن الرسول ما جمع بين شنو بين أختين صلى الله عليه وآله وسلم فكلام باطل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا